فرس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة؟ لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة. أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة؟ لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة. فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة. أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة. فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة. أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة. وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة. مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحي وفي غفلة. سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة. سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة. ويعود ليكمل صخرته في نادي أشراف الدولة. لا تحب المعاودة هذه. أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة؟ لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة. أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة؟ لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة. فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة. أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة. فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة. أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة. وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة. مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحي وفي غفلة. سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة. سيناديئونا على دوي كمان. سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة. سيناديئونا على دوي كمان. على دوي بازار الأرض المحتلة. سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة. ويعود ليكمل صخرته في نادي أشراف الدولة. هيا.